قالت وزارة الداخلية اليوم الأحد أنها استدعت متطوعا ظهر بمقطع فيديو وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة جليب الشيوخ وأحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه. جاء ذلك في بيان لإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة بشأن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المتطوعين وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة جليب الشيوخ. أوضحت الإدارة أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة.